الخوات سوى داك الفيلم اللي كلنا تقريبا شفناه في الفاكن فيسبوك اللي كيقول لك بان راه اي واحد كيتفرج فيه ملي كيسالي الفراجه ديالو يا اما كيموت ويا اما كيجي عنده شي كيان للدار. كيان شنو هو؟ بحال شي روح شريره ولا سامثين لايك ذا. والبلان اللي شي خلاف هادشي كامل شنو هو؟ هو ان راه 78% من الناس اللي تفرجوا فيه قال لك راه مورا ما تفرجوا فيه طرات لهم شي حاجه اللي خايبه از فاك. سو سكو سكواد انا اوف كورس ما غاديش نبغيكم تفرجوا في هاد الفاكن فيلم لحقاش ما نبغيش نطلع لكم شي حاجه خايبه صاحبي كتكون شي واحد مفنيس. سو داكشي علاش انا تفرجت في الفيلم وراه غادي نشارك معايا الاكسبيريونس يعني باش حسيتوا داكشي كامل دابا شويه من بعد ما غادي نعاود لكم القصه ديالو. وراه قررت انني غادي نعاود لكم القصه ديال الفيلم ساعه 34 دقيقه كامله نلخصها لكم انايا في هضره. يعني دابا غادي نجي غادي نعاود لكم بحال كنعاود لكم شي قصه فهمتيني وهكا بلا ما تفرجوا فيه. يعني راه صافي انا عاودت لكم لحقاش راه سيريسلي انا ما نبغيش طرا لكم شي حاجه خايبه اوكي. سو سكو سكواد نبداو بهذا الفيلم اللي كيقتل اي واحد كيتفرج فيه. كلشي فيك فاك كلشي خدام سكريم اكيد بين صوتي فلان صوتي فورم تقوم كون بان واخا تكون كاينين انا اللي كان ضروري هادي يكون محلول ضروري يكون محلول عمري نبدا فيديو يكون مسدود نيفر. سو سكو سكواد نبداو بهذا الفيلم هذا. جوج خوت ماتت الكلبه ديالهم مشاو لواحد الغابه مهجوره فيها واحد الغار اللي هو المدخل ديال جهنم اللي كيجي منه الشيطان. في الاول في الغابه مكتوب واحد الورنين يعني مكتوب واحد التحذير باش بنادم ما ينتحرش وكذا. داك الدري كان سميتو نيثان واختو سميتها اورل. نيثان لقى واحد الشجره مكتوب فيها باللي اي واحد كيدخل الغابه راه ما كيخرج حي وقبل ما تدخل الغابه خاصك تعطي شي حاجه اللي سبيسيال بزاف وعزيزه عليك قبل ما تدخل لهاد الفاكين غابه هذه. ديك البنت اورال كان عندها واحد الكتاب فيه المحتوى ديالو هو زعما قبل ما تدخل لجهنم راه خاصك تصلي دير واحد العباده خاصه باش تحمي راسك من اي حاجه خايبه وغادي تاذيك في جهنم اللي هي هاد الغابه اللي هما داخلين ليها. بداو كيحفروا في واحد القبر وكل ما حفروا كثر كل ما زادوا تعمقوا في جهنم كثر. واورال كتقول لنا باللي راه داك الكتاب وشكون اللي كتبوه وشكون اللي دار لنا هادشي راه واحد الراجل هو اللي كتبوه هو اللي وراهم هادشي كامل اللي ديروه. وداك الراجل كان سميتو ايك. شويه لقى واحد السنجاب وصحاب لهم باللي راه هو الشيطان. واورال قالت نيثان باللي راه الشيطان راه دابا كاين هنايا يعني اي حاجه شفتيها قدامك راه ماشي ديك الحاجه بالضبط راه هذاك راه الشيطان ولكن كيحاول انه يدير لنا واحد التمويه باش حنا ما نديوهاش فيه ولكن هو راه كاين هنايا ولكن حنا ما تنشوفوهش. كانوا كيلعبوا واحد الخيمه ديالهم وكانت واحد الجثه اللي هما ما شافوهاش. ومن هنايا غادي تبدا القصه الطبقه الاولى من جهنم. كانوا مريحين حتى شافوا واحد الراجل ياباني كان غادي ينتحر وغادي يخشي في كرشو واحد الموز يعني واحد الجنويه كبيره ولكن نيثان داك البرهوج غوت هو يعتق داك الراجل وداك الراجل مشى في حالاتو. نيثان في الطريق كامله هو كيشوف شي دارك شاروز يعني شي ظل اسود ماشي ظل واحد بزاف ديال الاضلال كانوا كوحل بحال شي مخلوقات كوحل تيخلعوا وكانوا تابعينه في الغابه. هو كان مخلوع بزاف كان مخلوع منهم بزاف وبدا كيصلي تيقول ديك العباده اللي كانت وراتها ليه اختو اورال في داك الكتاب في الاول وبدا كيدعي باش ما تادي حتى شي حاجه لحقاش كان مخلوع بزاف. نيثان ما كانش باغي يحك سنانو سو اورال بدات كتعاود لنيثان على سيربيريوس اللي هو واحد المخلوق عنده ثلاثه الريوصه ديال الكلاب وكيقطعوا لك الجسم ديالك يعني تيقتلوك وما كيقطعوش غير الجسم ديالك راه كيقطعوا لك حتى الروح ديالك. وهذا المخلوق راه هو الحارس ديال البوابه جهنم وقالت ليه بلي هو كيشم الريحه الخايبه يعني الا شم الريحه ديال السنان ديالك خايبه راه غادي يجي عندك. سو نيثان ناض حك سنانو لحقاش تخلع مشى حك سنانو حدا واحد البحيره وشاف فيها واحد المراه كانت عريانه وكان واحد المخلوق تيخلع غادي فيها بواحد الباطو بحال هكا صغير غادي فوق داك النهر. نيثان تخلع ورجع للخيمه مع اختو. نيثان تخلع بزاف سو اورال كان خاصها تخفف عليه شويه قالت لي راه سيربيريوس راه كاين في الطبقه الخامسه ديال جهنم وحنايا راه باقيين يلا في الطبقه الاولى يعني ما عندك مناش تخاف الطبقه الثانيه ديال جهنم. نيثان بدا كيتصرف بواحد الغرابه اللي بزاف علاش لحقاش شي حاجه قمشاتو في يدو شي حاجه شريره ماشي شي كلب شي حاجه لا شي حاجه شريره عضات نيثان. هما بداو تيقلبوا على الكلبه ديالهم اللي ماتت ماكسين. انا نشرح لكم السيناريو في الاول ملي ماتت امهم قالت ليهم باللي ماكسين ديك الكلبه راه ما مشاتش للجنه مشات لجهنم علاش لحقاش كانت باسله وداكشي علاش هما دابا كاينين في الغابه لحقاش زعما تيقلبوا على ماكسين. نيثان قال لخشو اورال باللي راه هما دابا وصلوا للطبقه الثالثه. اورال قالت ليه لا راه حنا باقيين في الطبقه الثانيه اش كتخربق. مع قالت هاد الهضره تسمعوا واحد الابواق ديال جهنم تخيل انت فشي غابه بحال هكا وكتسمع هاد الابواق والرعب يا دينك الرعب. الطبقه الثالثه ديال جهنم. نيثان اورال وصلوا لواحد المزرعه ولقاو فيها شي ناس كيمارسوا الجنس مع حيوانات ميته
وكيسمعوا واحد التمثال ديال ابليس ولا بافوميس اللي هو الشيطان وكيشعلوا تحتو العافيه. وسط هاد التمثال كانوا خاشين شي واحد والعافيه كتحرق داك خونا. وات ذا فاك، يعني هاد التمثال صنعوه خصيصا باش يبقاو يخشيو لداخل ديالو بنادم ويشعلوا العافيه من التحت باش بنادم يتحرق ويموت. اورال ونيثان شافوا داك الشيء هربوا من تماك لحقاش تخلعوا. ونيثان ما بغاش يمشي وكان باقي باغي يقلب على الكلبه ديالو ماكسين لحقاش كان تيبغيها بزاف وكانت عزيزه عليه بزاف، وكان باقي كيشوف دوك المخلوقات الكحل اللي كانوا تابعينه. ركبوا في واحد الباطو صغير باش يمشيو ونيثان جراته شي حاجه وغرق وسط داك النهر. اورا بدات كتقلب عليه سو اوغوزمون في الاخر لقاته وهي تعتقو من الموت. صافي هربوا من تماك، هما صحاب ليهم راه غادي يرجعوا لدارهم كانوا فرحانين، ولكن ملي بقاو غادي النيشان يعني في الجهه ديال دارهم عادي رجعوا لنفس البلاصه اللي كانوا دايرين فيها الخيمه ديالهم، يعني رجعوا لنقطه الصفر. وات ذا فاك، في واحد اللحظه تسمع الصوت ديال دوك الصياده اللي لقاهم في ديك المزرعه اللي كانوا كيعذبوا الناس وداك الشيء وتخلعوا بزاف وخافوا لي شدوهم. نيثان قال لختو اورال بلي راه شاف سوبيريز داك المخلوق اللي عنده ثلاثه ديال الرؤوس ديال الكلاب، قال ليه بلي راني شفتو. وهنا اورال قالت الحقيقه لنيثان، قالت علاش هاد البلان كامل وعلاش حنا اصلا جينا لهاد الغابه، يعني بغات تقول ليه الحقيقه اجي نعرفوا شنو هي الحقيقه. قالت ليه بلي راه البلان ديال جهنم وراه غادي يعتقوا الكلبه ديالهم ماكسين وداك المخلوق وداكشي كامل، داكشي كامل راه كذوب في كذوب في كذوب. قالت ليه هادشي كامل غير باش يرتاح هو، لحقاش ديك الكلبه ديالو كانت عزيزه عليه بزاف، يعني نيثان كان باغي غير الكلبه ديالو تكون مرتاحه الروح ديالها، يعني الروح ديالها تكون مرتاحه. واورال اختو لحقاش كان عزيز على اخوها بزاف بغات تحقق ليه هاد اللعيبه وخلقات هاد السيناريو وهاد الكتاب وكذا، خلقت ليه هادشي كامل باش يديروا دوك الطقوس اللي كاينين في داك الكتاب اللي هي اللي كتباتهم باش زعما الكلبه ديالو ترتاح وهو يرتاح واورال ترتاح. ولكن ملي وصلوا لهاد المرحله ديال ان كاينين شي ناس باغيين يقتلوهم وداك الشيء اضطرات انها تقول ليه الحقيقه كامله، ولكن نيثان قال ليها بلي راه تلاقى بالشيطان حرفيا. واورال ما فهمتش شي حاجه، قالت لي انا الشيطان تلاقى شي بهادشي كامل اللي قلت لك راه كذوبه صاحبي. ديك اللحظه كانوا وسط الخيمه وشويه هاجمهم شي مخلوق شي خلع بزاف وكان لونو كحل. الطبقه الرابعه ديال جهنم كانوا مخبين في واحد الشجره وجاو دوك المجرمين اللي كانوا في ديك المزرعه وضربوا نيثان وخطو بالقرطاس ديال الصيد يعني غير سخفوهم وخطفوهم داوهم لديك المزرعه. خشاو نيثان في داك الشيطان وبداو شي يحرقوه دوك المراض نفسيا، ولكن اورال هربات من القفص اللي كانوا حابسينها فيه وهزات فردي وتيرات فيهم واعتقات خوها نيثان. الطبقه الخامسه ديال جهنم نيثان كيبان لنا بوحدي شو غادي في الغابه، غادي وكيلقى الشجر فيه الدم وبقعه ديال الدم وكيسمع السنسله كتحرك في الغابه. لقى واحد الكلب هاسكي صغير حيد ليه ديك السنسله اللي كانت واحله ليه في رجلو. الهاسكي مشى ونيثان بقى كيشوف في السماء وكيضحك، واورال ما عرفناها فين هي. هنايا سال الفيلم، ولكن ملي سالا بدات عاوتاني واحد البارتي وحده اخرى. شويه بانت لينا اورال كتقلب على نيثان ولقات جماجم ودوك المخلقات الكحله بداو تابعينها حتى هي عاوتاني وهي كتجري عليهم. رجعت للخيمه بقات كتسنى نيثان على الله باش يجي. سمعت الصوت ديال ديك السنسله جايه لجهتها واللي كان جرها خوها، هي كان كيسحب ليها شي مخلوق جاي وكان مربوط بشي سلسله. صافي بقات متيريه في ذاك القرطاس بحال هكا جهه الباب ديال الخيمه وسال الفيلم. ولكن كاينه واحد الحاجه اللي كتبان الخوت في الفيلم كامل اللي شي حاجه اللي فاكين اميزين وشي حاجه اللي فاكين امبليفبل. شنو هي الحاجه؟ عرفتوا ذاك الرموز الشيطانيه ديالها وديك النجمه الخماسيه كيبانوا تقريبا بزاف في الفيلم، يعني اي لقطه في الفيلم كاينه فيها شي علامه. وكاينين شي محللين ديال الصوت وداك الشيء كامل اللي كيفكروا في بعيد وكذا كيفكروا في داك الشيء عميق وكذا، قالوا بان الفيلم فيه شي ترددات صوتيه، يعني بحال كتسمع شي 400 دورات الصوت في ودنيك. انا ما فهمتش ولكن غيسيروا معايا على حسب داك الشيء اللي فهمته انا، فهمتين؟ كاينين شي لقطات ملي كتغوت اورال ملي كانت باغي تعتق نيثان كانت كدير وداك الصوت المجهد. قالوا هاد الناس هادو هاد المحللين قال لك بانك راه ملي كتسمعوا راه بحال كتمشي في واحد بحال تكيف تيجوان بحال كتفهمشين، يعني كطيرك من هاد العالم هذا. وانتم غادي تشوفوا الخوت رد الفعل ديالي المباشره ملي ساليت الفيلم شنو كانت، غير صبروا معايا نكمل لكم بعدا وغادي تشوفوني انا كيفاش تفرجت الفيلم وداكشي كامل. وكاين واحد الرمز الشيطاني اللي خايب بزاف اللي سميتو استروث اللي هو واحد الرمز ديال الشيطان اوف كورس اللي تعاود 170 مره في الفيلم. الفيلم في ساعه و34 دقيقه بالضبط وهذا الرمز تعاود 170 مره، يعني شوفوا شحال من لقطه كيتعاود فيها هذا الفاكن رمز هذا. سايكوز انا دابا عاودت لكم الفيلم سو بليز 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 بلا ما تحاولوا تمشيو تتفرجوا فيه ولا شي حاجه. علاش؟ ها انتم شوفوا الرياكشن ديالي ملي تفرجت للفاكن فيلم هذا. هو الخوت الفيلم فهمتيني. ها هو كي
اوه شيت اشي تخيلوا ترى شي حاجة اشي دابا شحال الساعة نزومي ليكم هاي 3:14 دقيقة ديال الليل وانا شنو غادي يدير غادي يتفرج اوف كورس غادي يبداو يطلعوا لي بيب غادي يطلعوا لي شي مليون بيب انا غادي يبدا يتفرج في هذا الفيلم هذا سو سلام رجيلاتي صافا صافا خويا وانت الله يحفظك نتفرجوا في واحد الفيلم نقدروا نموتوا هولي شيت ناري الدراري شت شاذا what the fuck خود دابا راه غادي نضبب الشاشه شويه فهمتيني باش ما يشدونيش بكوبي رايت ولا شي حاجه ناري يعرف جي هاد الفيلم هذا خصني تكونسونطرا معاه فهمتيني وهاد الضوا وهادشي كامل ما خصوش يكون فهمتيني يعني الدراري شوف انا غادي نشارك معكم الاكسبيريونس ديالي ملي غادي نتفرج في هاد الفاكين فيلم هذا ولكن ما نقدرش نشاركها وانتم هنايا فهمتيني يعني كنحس بحال خاصني نبقى ديما نبقى نشوف فيكم بحال هكا ولا غادي يبقى يجيكم الملل فهمتيني يعني الخوت غادي نتكونسونطرا دابا مع هاد الفاكين فيلم هذا وملي غادي سالي غادي نشوفو شنو غادي يوقع فهمتيني لحقاش هما قالوا ليك حتى كتفرج في الفيلم كامل عاد غادي تموت ولا غادي طرالك شي حاجه يعني ماشي وسط الفيلم سو مع غادي سالي الفيلم غادي نشعل الكاميرا وغادي نرجع لكم ناري ما عرفتش علاش ولكن شي حاجه لداخل كتقول لي راه ما غطرا حتى شي حاجه ولكن كاينه واحد الحاجه واحده اخرى كتقول لي انس راه تقدر طرا شي حاجه عندك سو سكسكو انا غادي نتفرج في الفاكين فيلم وغادي ناكل اندومي ديالي فهمتيني وملي غادي سالي غادي نرجع لكم ناري ربي السلامة فراسكم بلي انا هاد الفاكين فيديو دابا راه كنصورو وما عارفش واش غادي نلوحو في يوتيوب ولا لا كنصور غير الله لحقاش هاد لانفورماسيون جاتني على غفلة ما موجد ليها ما شي حاجة الحاجة الوحيدة اللي وجدتها هي انني لبست هذا صافي يلا الخوت خلوني نتفرج في الفيلم ارجع لكم من بعد واو جست شي حاجة اللي بزاف وحق الله دابا الساعة 5:02 الفيلم فيه ساعة ونص فيه ساعة وربعة وثلاثين دقيقة وثلاثة ديال الثواني بالضبط خوت الفيلم اللي تفرجت فيه عرفتي بحال في ديك اللحظة اللي كنت أنا كنتفرج فيه بحال نسيت كاع شكون أنا ونسيت كاع العالم اللي عايش فيه يعني بحال نسيت كل شيء يعني بقيت عايش معاه غير هو يعني هاد الفيلم هذا عنده القدره ديال انه يخليك تعيش معاه لواحد الدرجه اللي بزاف واخا هو الانتاج ديالو داكشي قديم بزاف ولكن عرفتي ملي كتفرج فيه بحال كتحس براسك بحال وليتي فشي عالم اخر ما فيه لا تمثيل مقاد لا داكشي متقون لا مونتاج زوين لا والو كيزيدو غير دوك الرموز بزاف فهمتيني دوك الرموز ديال الشيطان وكذا بزاف ديك النجمه الخماسيه كتزاد بزاف يعني هاد الفيلم هذا راه ماشي دار باش غادي يخلعك انت غتكون كتفرج بحال هكا وشوي غادي تجي شي لقطه وانت غادي دير ملي تخلعت لا هاد الفيلم هذا بحال تيقيسك تحت الجلده ديالك يعني كيقيس لك النفسيه ديالك يعني هاد الفيلم هذا اش كاين باش نشرح لكم انا ما طرات لي حتى شي حاجه ولكن ما تعرف نتوما تقدر طرا لكم سو خدموا عقلكم قبل ما ديروا اي حاجه غادي تسقوا نادمين عليها من بعد هاد الفيلم هذا فهمتيني كيلعب بالنفسيه ديال بنادم فهمتيني راه ملي عاودت لكم قبيله القصه راه غير داكشي اللي قديتش استنتجوا اما راه كاينين بزاف ديال الحوايج اللي ما قديتش نعاودهم اصاحبي شحال ديال الرموز الشيطانيه كيبان اصاحبي في هذا الفيلم بزاف اصاحبي بزاف ميمكنش ساكو سكواد انا غادي تكون لافان ديال هذا الفاكين فيديو راه كما شفتوا عاودت لكم القصه ديال هذا الفيلم كامل شنو كيطرا فيه حاولت نختصر لكم داكشي ولكن ثقوا بيا راه هادشي اللي عاودت لكم راه كان هو الاساسي يعني هو الرئيسي في الفيلم يعني داكشي الثانوي حاولت انني ما نعاودوش سينو هاد الفيديو كانت غادي تكون فيه شي ساعه ولا ما عرفتش شحال تفرجت في الفاكين فيلم قدامكم سو ذيس از سو فاكين كريبي وشنو الهدف من هاد الفاكين فيلم ما عرفت شنو الهدف ديال دوك الرموز وداكشي كامل ما نعرفش والله انا صافي انا تقادوا ليا مع هاد الفيلم والله يا سيريوسلي الخوت والله شي حسيت براسي بحال تصرفعت اقسم بالله ما فهمتيني الفيلم كطلقوا في الباف وكنت مشاهد ليه فهمتيني وكنت عايش معاه فهمتيني يعني This is so fucking scary سو ساكوس كان هدول فاكين فيديو وقال لك الفيلم اللي كيقتل اي واحد كيتفرج فيه وكذا دابا وقيل انا هو اول واحد تفرج فيه وقتلنيش عشان نقول لكم انا راني سبيسيال والله
I'm fucking special. Fuck you الشيطان اللي كان كسحبك بدوك الرموز غادي تأثر عليا نفسيا ولا شي حاجة. Fuck you motherfucker. Alright squad, كنا ندوي الفيلم ديال اليوم. فيلم قصة ستوري تايم اكسبيريونس عشان راكي ما بغيشو. I love you so much. اللي تفرج في الفاكين فيلم يعاود لنا الاكسبيريونس ديالو في الكومنتار وشنو وقع ليه ولا وقع ليه شي حاجة ولا كدا باش حسيتي من تفرجتي فيه وداكشي كامل. وما كنصح حتى شي واحد يتفرج فيه. اوكي I love you so much. نتلاقاو في فيديو جاي. ساكاسكا في اللايف. بغيتو كيس عطيكم كيس.